إلى الكركة الأبية قدت رحلي، إلى أهل الإباء أحث خيلي، إلى كرك الإباء الشيح أهدي، من البلقاء مع ورد الفل. فأجمل ما بها الهدينا دين يوحد أهلها للغير فصل. فعبد الله وحدنا فكنا أصولا تلتقي بعظيم أصل، فللمجد العريض عريض أصل، وللفعل العظيم عظيم فعل. دياري وأهلي والديار عزيزة، وربعي وإخواني وإني لأفقر، فأنتم كرام الناس في كل حالة، وأخلاقكم تسمو وتعلو وتزهر، فتنجب أعلاما كزيد وخالد، ويأتي على رأس الكتيبة جعفر. احنا سعداء هذا اليوم بهذا اللقاء وهذه الأمسية الشعرية الرائعة، والتي استمعنا فيها إلى عدد من الشعراء الأردنيين وهم يقرؤون الأشعار الطيبة في الوجدان وفي الوطنية وفي مؤتة وفي التاريخ وفي الحب وفي الوحدة الوطنية. ودور مؤتة حقيقة والجامعات الأردنية يجب أن يكون متفاعل مع الأجهزة الثقافية في الوطن لنشر الثقافة وتعميم روح المحبة والتسامح والوحدة الوطنية والانتماء للوطن. يعني نحن الحقيقة سعداء بوجود الاتحاد الكتاب بيننا، وهذا جزء من واجب الجامعة ودورها أن تنشر الثقافة وترحب بالمثقفين والكتبة والمتعلمين في ثناياها وفي رحابها وبين أهلها. فحياكم الله، وإحنا سعداء الحقيقة، وهذا جزء من رسالة الجامعة في نشر الثقافة والتواصل مع الجهات الثقافية في هذا الوطن العزيز. إليك حبيبتي رحل الخيال لزين الحور زانتها الخصال، خيالك يا ابنة الأجواد سحر يلازمني وليس له ارتحال، فأنت الحب في قلبي تجلى لمثل هواك قد وجد الدلال. كانت أمسية شعرية رائعة، يعني نحن كثير استفدنا منها، وكثير مبسوطين أن الجامعة بتقدم هيك خدمات للطالب أنه يتعرف على شعرائنا الأردنيين المتميزين ويسمع قصائد رائعة، وقصائد يعني فعلا أثرت وجداننا، ويعني قصائد مميز. نتمنى أن الجامعة أنها تستمر بهاي الخطوة وأنه تعمل أمسيات شعرية وأمسيات قصائد مختلفة ومتنوعة دائما. فيا محراثنا كن شكلنا أو قمحنا، واسكب بيادرنا الندية فوق أحداب الثرى كي ترتوي منا، وتحمس للسنابل أنها منا، وتروي للمناجل قصة الأوجاع من زمن الصعود إلى حكايانا العتيقة. وحدنا وحدنا يا المثنى أيها الحافي على جرحي نشيدا عابقا بالخلد، يعدو نحو فجري يا رفيقي منذ يتمي واغترابي في الجسد. رأينا المشاعر تخرج من أعماق ثقافتهم الأدبية والفنية والشعرية في شعر متموج ومختلف ما بين الشعر العمودي والشعر الرمزي. رأينا المشاعر والقلوب يعني تنفطر لما قاله الشعراء. ثاني شيء يعني رأينا نشوة الأدب اليوم، ونشوة أن ندرس ونتعمق في هذه الدراسة ونطلب العلم أكثر وأكثر، لعلنا نصل ربع ما وصله هؤلاء الأدباء. يا فرحة زانت معانيها والنفس قد نالت أمانيها، تزهو بلادي وهي زاهية في عهد عبد الله بانيها. هذه الندوة كانت فعلا تعبر عن مضمون الشعر مضمونا وشكلا. الشعر عبارة عن وجدان، والشعر يعبر ويعكس ما يشعر به. الشعر صورة تنعكس على هذا المجتمع بكل الخير والمحبة. يا صدرا كم لفني شوقا، يا حضنا علمني عشقا، لا زالت ضحكاتك عبقا، وعبير يديك هو الأعطر. إخراج الاتحاد من موقعه إلى مؤسسات المجتمع المدني، هذه خطوة هي من ضمن الاستراتيجية التي ننطلق فيها لنشر الثقافة الأردنية بمعناها الحقيقي، الثقافة الأردنية الحرة. فهذه هي رسالتي من خلال
جامعة مؤتة بأن اتحاد الكتاب هو الآن بإذن الله في كل موقع وفي كل منبر ثقافي نستطيع أن نوصل الرسالة الثقافية إلى أبنائنا على امتداد هذا الوطن الطيب.